اهلا بكم من جديد. فقره حواريه مميزه جدا مع واحد من رموز الرياضه المصريه، مع واحد اطلق عليه رجل المهام الصعبه. ليه رجل المهام الصعبه؟ لان كل ما يبقى متواجد في منصب معين او تايم معين او وقت معين تكون في كده بعض اللخبطه وبعض الامور في الواقع القروي وما اكثرها. وكذلك هو رجل من قيادات الداخليه الكبار، وهو ايضا نجم من نجوم الكره المصريه. ويا سلام بقى على جيل الستينات والشواكيش والاداء العالي، واحد من ابرز نجوم الكره المصريه اللي ليه بصمه في لعبتها وفي ادارتها، واللي ليه بصمه في اداره الكره المصريه، لواء حرب الدهشوري. شرفنا النهارده. اهلا يا هبي، سعيد ان انا معاك النهارده. انا اللي مبسوط ان معقمه كبيره زي حضرتك ومشرفني ومنورني. يا رب يخليك يا هبة، سعداء بيك جدا. استأذنك نطلع ناخد كلمة على حضرتك ونرجع نتواصل. اتفضل يا حبيبي. فاصل سريع ثم نتواصل. يعتبر اللواء يوسف الدهشوري حرب أحد رموز اتحاد الكرة وأحد الرؤساء التاريخيين للجبلاية، بعدما جاء على رأس منظومة الكرة المصرية للمرة الأولى بداية التسعينيات معينا، ثم انتخب مرتين لرئاسة اتحاد الكرة كان آخرها عام 2000. يملك الدهشوري سجلا حافلا من المواقف في رئاسته لاتحاد الكرة، كان حريصا على مصلحة كرة القدم المصرية حتى ابتعاده عن العمل العام باستقالته من رئاسة الجبلاية عام 2004. الدهشوري حرب ضيف الأهلي الليلة. طبعا هو رجل المهام الصعبة ورجل النزاهة بقى في الرياضة المصرية. سيادة اللواء، وما أكثر طبعا حال الكرة المصرية وتشابهها واختلافها، ولكن يبدو أن الدنيا بتتطور بشكل كبير جدا. أنت شايف حال الكرة اليوم دول إزاي؟ أولا أنا سعيد أن أنا معاك النهاردة يا إيهاب. ربنا يخلي حضرتك. أنك راجل جاري أولا. ربنا يخلي حضرتك. وراجل لك عمق كبير جدا. أنا بنصلي الجمعة في مسجد واحد. مسجد واحد طبعا، وعمق كبير جدا في الرياضة حقيقة طول عمرك. يعني من حال كرة القدم في مصر متخلف بمعرفة المسؤولين عن اللعبة نفسها اللي المفروض يصعدوا باللعبة ويدوها المقام بتاعها، انما هم الاختيارات اختيارات في المراكز الرياضيه في القيادات اللي موجوده، مفروض من مدرب من مدير فني لحد ما تصل الى الاداري الصغير، لحد ما تصل للعيب الكبير، لحد ما تصل للعيب الصغير، بتلاقي الاختيارات كلها اختيارات بجانبها التوفيق. هل بقى ولا مش عمد؟ هو للاسف للاسف ولا هو ده المطروح؟ للاسف ان 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 اعضاء المجلس دول كلهم حبايبي وكلهم ولادي وكلهم انا يمكن يعني كانوا من معايا يعني في الشغل، وهم كلهم ما يقصدوش انه يعملوا كده، انما هم تعودوا ان الاختيارات دايما تبقى ايهاب صاحبي، يبقى لازم ايهاب يبقى معايا، وإيهاب يجي يمسك فرقة، وإيهاب يمسك مدير فني، إيهاب يمسك مدير الاتحاد الكورة. مش الاختيارات اللي هي الكفاءة، القيادة، الخلق، الأداب، التاريخ العظيم جدا في الرياضة، دي حاجات كتير جدا بتبقى دايما تفضل الناس اللي هتسندني. هل ده في كل المناصب حضرتك؟ لكن للأسف أنا في يعني لما كنت ماسك الاتحاد ما لا يمكن بفكر ان انا اجيب واحد مثلا صاحبي يبقى معايا في، لا صاحبي اتكلم على الحته دي. طب اللي هو حرب الدهشوري لما كان مسؤول عن اداره الكره المصريه كان بيختار الاجهزه الفنيه واصحاب الادارات في اتحاد الكره ازاي؟ لا، العمليه كانت بتاخد وقت كبير جدا، ولازم يستطلع راي اتحاد الكره بشفافيه كامله، وكل واحد يبقى مجهز. وبنعمل يعني انا فاكر مره كنا لما نيجي نختار في حصل التاريخ في تخلف شويه، في هزيمه شويه، بنعمل اجهزه جديده. طبيعي. كنت اطلع مين بقى؟ اطلع عصام عبد المنعم، سمير زاهر،
هاني ابو ريده كنا نطلع اربعه اربعه يجيدوا التحدث، يجيدوا الاختيار، يجيدوا عندهم تاريخ، عندهم خبره، يطلعوا ومع المجلس على طول في اتصال مباشر علشان يختاروا مدرب. احنا لما جينا نخطط لكره القدم في مصر بعد مرحله ضياع خططنا لها يعني لفتره كبيره جدا، ومجموعه كبيره جدا خططت، كان منهم لا يقل عن 20 يوغوسلافي وروماني. ده كان في سنه 2000. كان رئيس المجموعه اللي بتخطط معانا كرامر. كرامر ده استاذ محمود الجوهري. كرامر ده اللي اعلى قيمه الرياضه الالمانيه في بلده. كرامر وجاب بقى مجموعه يوغوسلاف واتعملت خطه غير عاديه، واتعمل مؤتمر كبير في نادي ضباط الشرطه، حضروا بقى، كان بقى الاساتذه بقى الاعلاميين بقى، عقبالك تبقى زيهم ان شاء الله. نجيب المستكاوي الله يرحمه، وعبد المجيد نعم ده من الاعلام، ونصف سليم اعلام زي ما طبعا الله يرحمه، واستاذنا الكبير حسن، وكان على راس الترابيزه قاعد حسين كامل بهاء الدين وزير التربيه والتعليم، دكتور عبد المنعم عماره حرب الدهشوري، وكان المقرر بتاع الجلسه الاستاذ فهمي عمر. وقعدت مجموعه كبيره جدا من الخبراء المصريين يخططوا مصر كلها ويجهزوا علشان يعرضوا على هذا المؤتمر. صدقني هذا المؤتمر اتنفذ بنسبه كبيره جدا، وكان في نسبه كبيره جدا موجوده في الصعيد. انت بتكتشف مواهب عشان تقدمها لكره القدم في مصر، مواهب على ارض مصر كلها. انا شايف انه لازم التاريخ يتعاد تاني، ولازم اللي حصل. هاني ابو ريده راجل من الخبراء، هاني ابو ريده كان من الاولاد المميزين اللي كانوا موجودين في هذه هاني ابو ريده شارك في وضع هذه الخطط وفي هذه البرامج. خلاص بقى انت عارف كل حاجه يا هاني، هات الناس. هاني في ناس عايشه، في ناس عايشه من الناس اللي خططت دي، ناس موجودين، لان كره القدم في ضياع. انسى في ضياع انسى كره القدم. احنا كنا فاكرين، والراجل كوبر ده يعني ما اداش رسالته كما يجب ان يكون. يبقى دام في ضياع يبقى لازم تبدا، وعشان تبدا لازم تجيب اساتذه، والاساتذه موجودين، والاساتذه انتوا بتبعدوا عنهم وما بتجيوش الاساتذه. مش حرب، لا حرب ابعد، لا عمره هيجي ولا عمره. انا بتكلم على الاساتذه اللي حطت الخطط. طب وليه لا؟ لو حد طلب من حضرتك التعاون هتتعاون ولا هتقفل الباب؟ إيه خليها كده احسن، كده احسن. انا شايف كده احسن كده. والله العظيم يا خطيب بيه، ان فيه ناس تقدر تخلق من الفسيخ شربة، تقدر تعمل من الكرة حاجه. هاتهم يا هاني، انا بقول لك للمره الخمسين، هاتهم يا هاني. انا عندي مراجع لا يقل عن 15 20 مرجع، كل مرجع فيه 300 صفحه اللي حطوه الناس دي. مش انا. طب اقول لحضرتك حاجه رد. لازم الناس دي تتواجد. كويس، هيقول لك الحاجات القديمه دي خلصت، قديمه اتطورت، قديمه والدنيا اختلفت، والكره زمان مش عارف كانت ايه، ودلوقتي الكره كانت. مش دول بنسمعها؟ ما دول انت عارف، دول عمل. اقول لك على حاجه، دول بعد ما خططوا واتعمل مؤتمر، والمؤتمر كان تنفيذ، وكل واحد من المؤتمر من الاسامي دي حوالي 30 40 مدرب اجنبي وغير المدربين المصريين وغير الفنيين المصريين، انطلقوا من قنا واسوان لحد اسكندريه، انطلقوا توزعوا، قاعدين مقيمين كويس، مقيمين يكتشفوا المواهب كويس، وخططهم اتنفذت 72% من نتائج. انت اديك انت راجل تاريخ وعلامي في الاعلام، 70% من النتائج اللي تحققت في تاريخ كره القدم فاصل تحققت وقت الناس دي، وحتى الناس دي اللي عملت وحتى كده، وحتى الاجيال اللي كملت بالدراسات سواء كان 2006 او 2008 كانت نتاج دي الشغل ده مظبوط، لان دول كانوا المنتخبات الصغيرين ساعتها، وكل دول كل الاولاد اللي طلعت ولاد الاتحاد. لما تيجي تقول فلان الفلان ابن الاتحاد، لما تيجي تقول ابو تريك ابن الاتحاد، لما تقول ابو عباد متعب ابن الاتحاد، كله من الاتحاد، مش ابن النادي ده، ابن الولاد دول، الناس الرومانيين والانجليز والفرنسيين والمصريين. مظبوط، ناس يعني تاسيس القاعده اهم حاجه، اللي هي معلش لازم دلوقتي. لازم يبدا من الوقت، لان الوقت وحش اللي احنا فيه ده وحش. على الرغم ان شكليا المنتخب الاول بيوصل كاس العالم بعد غياب، والشكل العام مش وحش. هاني انت من الناس اللي حطت القواعد، انت من الناس اللي كانت قاعدين بتخططوا معانا، اخد بالك؟ وكل الكلام ده عندك، اذا الكلام اتحرق في الحريق اللي حصل عندكم في الاتحاد ده زمان، الكلام انا عندي المراجع كلها. كويس. وييجوا الناس دول لازم يخططوا، والا هتفضل في سبات عميق
الى يوم الدين. سياده اللواء، هعيد على حضرتك السؤال الثاني، هل ما انجز وما وضع فيه اللوائح والقوانين والاسس والاستراتيجيه سنه 2000 هل ممكن يطبق الان سنه 2018 بنفس الاليات ولا محتاج تطوير؟ يطبق مع حاجه بسيطه، ان المفروض بعد كاس العالم كان لازم يجتمع مجلس اداره الاتحاد. تمام. ويقول يا اخواننا هناك خطط وطرق جديده اتعملت في كاس العالم. بدليل ان البرازيل وانجلترا والانديه الكبيره جدا اللي كنا بنسمع عنها راحت في خبر خانه. ليه؟ لان كرواتيا وفرنسا طبقت خطط جديده. مظبوط. الخطط الجديده المفروض تجمع مدربينك واجهزتك الفنيه وتجيب الافلام كلها اللي موجوده، هي الافلام كلها موجوده في الاتحاد، زي ما كانتش موجوده في الاتحاد تبقى مصيبه. اخد بالك؟ ويجي الاتحاد يقعد البهوات ويقول لهم ان الخطط بقت، يعني انت لا تتخيل مثلا لما تيجي تقول فرنسا وكرواتيا كسبت البطوله ازاي؟ كرواتيا دي اللي في خبر كان بقت عظيمه جدا. كل 4 مليون نسمه هتلاقي كوره، لا كوره مختلفه وخطط طبعا مختلفه طبعا، والكوره بتتنقل من الجون لحد ما بتصل 10 جنب الكوره قاعدين ينقلوا الكوره لحد ما يلاقوا ثغره يخشوا منها. دي جديده، مفيش ارفع اوفر يا معلم والكلام ده، لا مش موجود الكلام ده، مش موجود الكلام ده. كرواتيا وفرنسا لا بينقلوا كوره لحد، بينقلوا بيطلع من الخط من الظهير ويطلع لخط النص ويطلع لحد ما يصل الى، هل اعضاء ممكن يصل بعد 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 ساعتين اعضاء اتحاد الكوره اللي كانوا في المونديال واللي بعد ما مصر مش عارفين يعملوا دي، كملوا قعدوا وشافوا النهائيات واتفرجوا على المتعه لازم من ارض الواقع، ما شافوش الكلام ده. البرازيل مشيت، البرازيل مشيت ليه؟ لان كرواتيا كانت بتخطط احسن من البرازيل. تمام. وفرنسا كانت بتخطط احسن من البرازيل واحسن من المانيا واحسن من ايطاليا، مش هم دول كانوا سادة الكرة؟ هي سادة الكرة كان مين؟ مش ايطاليا؟ بالظبط. والمانيا والبرازيل ولا كان مين تاني؟ طب راحوا فين؟ لان الجديد كان في كرواتيا. يعني انجلترا شوية قطعت مسافة في المونديال ده، انما ارجنتين فين؟ الارجنتين راحت. راحت. ليه؟ لان اللي كسب دول الفرقتين اللي كسب، المانيا بطل كاس العالم يخرج من الدور الاول، تخرج من الدور الاول، وكل المعلمين بتوع الكوره اللي هيصل المانيا وايطاليا والارجنتين والبرازيل ولا فرقه ولا فرقه. لا التوقعات كانت مضروبه السنه دي، التوقعات كانت مضروبه السنه دي، لان الناس دي لعبت يا خطيب. لو شفت، راجع الافلام تاني شوفها قطعا انت عندك. الحمد لله كنت موجود وكملت بعد المنتخب شويه، هتلاقي بيلعبوا بطريقه خالص طبعا، ده بيفضلوا يتحاوطوا بالكوره وتفضل الكوره تتنقل ما بين 5 8 9 تنفار قاعدين ينقلوا في الكوره لحد ما يلاقوا ثغره يقدروا يوصلوا لها. ايطاليا ما عملتش كده، المانيا ما عملتش. فرنسا لما جت تلعب بالطريقه اللي كان المفروض المنتخب المصري يلعب بها الدفاعيه، لا ده دفاعيه ثانيه خالص. شفت حد يقول كرواتيا تلعب بالشكل، حد يقول كرواتيا طبعا. لكن اداء مميز جدا لمنتخبات، وخريطه الكره العالميه بتتغير زي ما حضرتك ايوه ومع تغيير الخريطه اكيد ليها ادوات ورساله حضرتك واضحه جدا. ولكن هيكتور كوبر، وهرجع برضه اكمل مع حضرتك في الحته دي، لكن ناخد بعض الامور اللي تخصنا شكليا. احنا زعلانين من الاداء، زعلانين من الشكل، لكن تاريخيا التاريخ سينصف هذا الرجل بالارقام، محدش هيفتكر انه وصل انه وصل يا سيدي وصل، وانه حقق اكتر من حاجه. ان بعد انا مصر وصلت مرتين مش مره واحده، كويس، 3 مرات. ايوه جدع، 3 مرات، ووصلت كاس العالم في الناشئين، 3 كاس عالم بالظبط، وجابت بطولات افريقيا، وجابت بطولات افريقيا اكتساح. طيب احنا لو قلنا ان هذا الرجل اللي جه، اللي انا مختلف معاه ومختلف مع طريقه ادائه ومختلف مع فكره التدريبي، ولكن عندما جاء هذا الرجل كنا بقالنا 3 دورات ما بنتاهلش لبطوله افريقيا، كانت الدنيا كانت صعبه، بس تاهلنا، الدنيا كانت صعبه، تاهلنا، الدنيا كانت صعبه، وصل فاينل. فبالتالي هذا انجاز، كسر عقده تونسيه، كسر عقده مغربيه، وهذه ارقام، وايضا وصل لكاس العالم. نختلف مع الطريقه بتاعته ونختلف مع وجوده بشكل معين، ولكنه في الاخر بالارقام حقق انجازات ملموسه. انت عارف انا اقول لك على حاجه؟ اتفضل. انت عارف الجيل اللي موجود دلوقتي اكبر جيل في تاريخ مصر مثل مصر الاحتراف الخارجي في هذا الوقت لم يحدث في تاريخها، اكبر قاعده من المحترفين. مظبوط. هي كل اللي فيها ان كانت عايزه بني ادمين محترمين
وناس محترمة مش الاتحاد عموما عموما أندية اتحاد نسميها زي ما تسميها. كان لازم الأولاد دول يتلموا ويتجابوا، لأن كلهم الوقت في أفريقيا في أوروبا أنت عمرك ما كان عندك العدد ده طبعا. وفي أندية إيه؟ أسماء الرنانة. وفي أندية إيه؟ يعني عندك لعيب مش في أندية من أبو نكلة، لا دي في أندية جامدة. عندك لعيب بيتحط في المثلث مع ميسي و وكريستيانو رونالدو، واتحط معاهم محمد صلاح يكمل المثلث، وفي معايا خمسه سته طبعا. لا في لعيبه كتير عمرك ما كان عندك، هو واحد مره احمد رمزي مره مش عارف مجدي عبد الغني مره رمزي واحد. لكن دلوقتي انت عندك مش اقل من ثمانيه تسعه دول، كان لازم يتعمل لهم تخطيط بدري قوي بدري قوي. كل ما يبقى عندك فتره في فرصه اعمل ماتشات. انا شايف ان حضرتك شايف ان ادائنا في المونديال كان مخيب جدا، وكان عندنا لعيبه ايه ده قالوا امبارح اخر فرقه في لا ما احنا بالارقام الاخير مستريح الاخير مرتاح، مونديال للنسيان. طيب ما ده غلط يبقى نشوف احنا اخطانا مفروض ان شاء الله. يعني يا بوريدا انت راجل عالم كبير جدا في الكوره، ما فيش حد يضاهيك انك انت افريقيا ودوليا وعندك خبرات كبيره. هات الناس المحترمه اللي عندها تاريخ، هات الكتب اللي موجوده عندك، وشوف الناس الاساتذه اللي اشتغلت فيها، وابدا خطط لمرحله جديدة إن شاء الله هيبقى الصواب معاك والتوفيق معاك وهتتعدل الأمور قوي. أنا شايف حضرتك شايف رؤية معينة وشايف قيمة كبيرة المهندس هاني بوريدة موجود وانت بتقدر ده. دي حقيقة. وعصام عبد المنعم ده مسك رئيس اتحاد كورة وخطط لكرة القدم، ومن ضمن الناس اللي جابوا العشرين 25 اللي سافروا هاني أبو ريدة، سمير زاهر، عصام عبد المنعم. دول ثلاثة لازم أستفيد بيهم. تمام، الله يرحمه سمير يعني. لكن شايف ان المهندس هاني أبو ريدة ربما يكون اعضاء الاتحاد مش مساعدينه بالشكل الامثل، ولازم يكون في هو ده الذنب بيشتغل عليه، لان هو ارتكب الذنب. هو هاني يحب صاحبه قوي ويموت في صاحبه قوي. طب دي ميزه ولا عيب؟ لا عيب عيب في الكوره عيب. اخد بالك هو بيحب قوي، شايف ان الناس دي اجدع ناس، والناس ولو صاحبه والناس كويس فيها وناس فيها يعني الناس. أنا لا يمكن اقدر اجي جنب اسم من الاسامي، اسامي كلها اسامي كبير، لكن هناك ناس مخططين، ناس عندها امكانيات، ناس عندها تاريخ في التخطيط وتاريخ في التدريب اجيب الناس دي اجيبها في عرض دين النبي، اجيبهم واشغلهم قبل ما يموتوا. ما هيموتوا خلاص يعني. حضرتك تحط لنا كام اسم نقول ان هذه لا مش عايزين نقول اسامي. لا بالعكس، ما لازم نرشح، لان اكيد اللي بيسمعنا سياده اللواء يقول لك ما هو سياده اللواء قاعد بيقول كلام جميل، لكن هم مين؟ ده موجودين. نقول كام اسم يعني؟ اسامي كتير والله يعني، اسامي كتير نطرح مع بعض يعني. يعني احنا عندنا كان 25 مدرب، ال 25 مدرب دول اجانب كلهم تمام، على راسهم كرامر تمام، وكان فيهم مجموعه من الرومان ومجموعه من اليوغوسلاف ومجموعه من الالمان تمام. جم هنا اتوزعوا على وشافوا الكوره في مصر، وبداوا يكتبوا للاتحاد فيه بيتابع معاهم سمير زاهر وهاني ابو ريده وهشام عزمي. هشام عزمي ده قياده ما تتكررش كتير تمام، صدقني ما يتكررش كتير تمام. وهشام عزمي اخد بالك المجموعه دي كلها، وهاني ابو ريده قلت اسامي دي كلها جهزت بعد ما لفت مع الناس الاجانب دي من اسوان لاسكندريه، بدأوا يجهزوا القصور اللي موجود والإيجابيات والسلبيات عشان يبدأوا يخططوا كويس. لما خلصوا الدراسات دي جمعوا مؤتمر كبير موجود الفيلم يعني. موجود ابعتوا لك الفيلم بتاع فوزي يا غانم ونبي لو سمحت هات لي الفيلم الا اذا كان اتحرق في كويس. ما ممكن اقول لك اتحرق. اخد بالك هات الفيلم. هو وصل من التحرق. ووصلت يا خطيب ان اللي موجود ده كله اتنفذ بنسبه 100%. انت عايز اكتر من كده ايه؟ ما اعرفش حضرتك هل سمعت ان 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 في يعني احدى الفنانات الاستعراضيات راحت اتحاد الكوره وقدمت طلب انها تبقى مديريه للاتحاد، والمسؤول قعد وخد الطلب وعرضه على المجلس. هل الكلام ده عرض ايه بقى؟ عرض قال ان في حد جه تقدم يعني عرض السي في بتاعه يعني المدرب؟ لا يعني هي 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 الفنانه الاستعراضيه سما المصري راحت قدمت في اتحاد الكوره، لا طلب رسمي، شافت نفسها شافت في مشاكل في اتحاد الكوره وقالت انا شايفه الناس في اتحاد الكوره مش مسيطره، فراحت قابلت العميد ثروت سويلم وقدمت له طلب رسمي مكتوب بخط، الراجل قبل الطلب وقال هنعرضه على الاتحاد، طبعا اعتذر وكده. لكن هل وصلنا؟ هو كان مفروض ثروت سويلم مع تلميذ النجيب ثروت سويلم المحترم الجدع اللي حد بيأدي رسالته احسن ما يمكن،
يعني واحده كنت قابلها بابتسامه وكويس قوي وتشرب شاي ومع السلامه. بس هو ده ما يحصلش غير كده. اذا كان ده حصل انا ما اعرفش ده حصل ولا لا. طب هو ده حصل ليه إيهاب لهيطة مدير اتحاد الكره رغم الاخطاء اللي فاتت؟ تشوفه ازاي؟ المجلس سيد قراره. كويس. ادي فرصه لكل اعضاء المجلس واللي اعضاء المجلس ينتهوا اليه. وهل اعضاء اتحاد الكره لهم كلمه داخل الاتحاد؟ لا هي يعني في يعني انا شايف بيقولوا حازم امام كذا ومش عارف ايه عايز يسيب الاتحاد. سامعين نص الاعضاء كل شويه. كان حازم احكي لك على قصه خالد لطيف ان المفروض نحترم بتاع. انا كنت اصغر واحد انا وشريف خشبه ابو هادي خشبه حاجه مجد الله يرحمه الله يرحمه حاجه حلوه قوي شريف خشبه. فانا وهو وكنا بندرس راجل يمسك منتخبات القوميه للناشئين وللحاجات دي وكان الاسم اللي مشهور كان رئيس المجلس محمد احمد سكرتير عام الرئيس جمال عبد الناصر يعني تعظيم سلام. وانا بتاع كده لسه بسرياي طالع بتتعلم كوره لكن بشايف اساتذه يعني. فجه في يوم بيعرض وليك تاريخ في الكوره يعني نمسك الخشب فبعدين بنعرض بيعرض هو فقال علي عثمان يا اخوانا علي عثمان هيمسك كذا كذا وعلي عثمان تاريخه كذا 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 ده النائب محمد كويس. انا قاعد تعظيم سلام ايدت كلامه. فجينا في الجلسه الثانيه لقيت النائب محمد احمد بيقول ايه يا اخوانا لا احنا لغينا علي عثمان وهنجيب فلان. رحت شايل عزالي ومطبق وانا عيل صغير ومطبق حاجتي. السلام عليكم. سلام يا سياده الرئيس. سلام. انا مش جايه تاني هنا الاتحاد. اخد بالك. فمفروض الاختيار ده اختيار المجلس. المجلس ده والراجل جري ورايا على السلم شوف مقامه وابونا ومربينا وحاجه حلوه جدا. قلت له انت الجلسه اللي فاتت انت اقنعتنا ان احنا بنجيب علي عثمان النهارده بتمشي علي عثمان بمزاجك سلام عليكم. فمفروض هنا يا بريدة مفروض يعمل استطلاع رسمي ويشوف الراجل ده. وبعدين بينه وبينك انا عندي في راجل عليه كلام وراجل ما عليهوش كلام. اخد مين يا ايهاب؟ انت شايف ال لا انت شايف ايه استنى بس لا ما اخد الراجل النظيف لا انا اللي بعيد عن النظيف الابيض واسيب بقى من الكلام اللي الراجل الناس بترغي فيه اجيبه ليه؟ طب المكسيكي اجيري المدير الفني الجديد للمنتخب عليه كلام ولغط وحوارات. تقصد ان اتحاد الكوره حط نفسه في مأزق لما تعاقد مع مدير فني قد تظهر في غلط اللي جايه بعض الامور لان ممكن يظهر في اول تجربه والراجل قد يكون مظلوم. اول تجربه هيلاقي نفسه فشل يقول ما فشل تناركوا فيه كذا وهتلاقي بقى ما شاء الله الاعلام بتاعنا عظيم يعني تجنبوا الشبهات دي تجنبوا الشبهات ويجيب اللي يوافق عليه المجلس اللي يوافق عليه المجلس المجلس قعدوا من غير ما اعترض يعني اذا كان عدو ولا عدوين طلعوا قالوا يعني مثلا الكابتن حازم امام له كل الاحترام والتقدير في الاول وافق على اجيري وبعدين طلع قال انا معترض والكابتن خالد لطيف طلع اعترض وبعدين وافق فاحنا مش لا يعني هي في الجلسه بقى ما تبقاش العمليه ما في الجلسه تروح في وشه لا ما هو ما حدش اعترض بعد كده في الجلسه والدليل ان الراجل اهو موجود واشتغل اقول لك على حاجه وما فيش عدو اتحاد كوره اقول لك على حاجه لو هنا انا من هنا بريدة افرح بحازم امام لان حازم امام اول مره ياخد قرار جدع تمام اول مره في حياته انا بقول له ده تبني وتلميذي وحماده حياته كلها معايا طبعا اول مره يبقى جدع ويتمسك بقراره بنقص يتمسك بقراره يتمسك بقراره دام هو متأكد وقراره صح وقراره صح سلام عليكم. انما المجلس يتراجع المفروض المجلس يتراجع وياخد براي الاغلبيه اللي منها لان حماده امام حازم امام ينقصه حته انه يبقى عنده الجراه ان ياخد القرار اللي هو عنده خبره. طب كابتن حازم عمل اللي عليه وعنده معترض وهدد بالاستقالة لازم ده حقه يعني عمل موقف حقه كويس حق حازم انا بقول لك سبت الجلسه لمين لمحمد احمد مش لاي حد لا لمحمد نائب محمد احمد اسم كبير جدا سبت له الجلسه ومشيت. هو البعض بيتكلم عن بعض اعضاء اتحاد الكوره جماعه مش فاضيين يعني ليهم شغلهم وليهم حاجتهم واللي شغال في الاعلام واللي شغال هنا فالدنيا يعني تمشي لا هو انا كان حد معاك بيشتغل هو كلهم حبايبي وتلامذتي وحاجه حلوه جدا تمام. لكن انا بقول في الاختيار لا يعني لا اقعد كده براحتك كده واقعد مع ناس في ناس يا اخي وقول بقى ايوه دول هم اللي يقدروا ايه وبعدين ابدا من الوقت ابدا خطط من الوقت لان مفيش بيضه
طب ده احنا في شهر 9 في يوم 8 عندنا مباراه في افريقيا في المجموعه، هل هنلحق نمشي الراجل الايجيري ده؟ وبعدين عملنا شرط جزائي و240 الف دولار. يعني من الاخر كده الراجل خلاص لزق معانا. طب انت لو مكان الكابتن هاني تعمل ايه؟ انا لو مكان الكابتن هاني انا اديت الملف لكابتن حازم امام. ايوه. والكابتن حازم امام وهو كابتن مجدي عبد الغني طلعوا قال لك الراجل ده 100 100 وموقعنا معاه. بعدها الناس طلعت قالت فيه مشاكل. كان حازم اللي تراجع يعني. ولا مجدي اللي تراجع؟ لا كابتن مجدي لسه ما تراجعش. بس لكن حازم اللي كابتن حازم رجع وقال يعني حازم الاول قال انا معاك المدرب ده. ما هو قعد معاه الاول وبعدين قعد لما قعد معاه الاول عرف وبعدين قالوا تمام وقعنا مع الراجل. الراجل سافر قبل ما يرجع يوم 15 اللي فات. قال لك بس الراجل ده عليه مشاكل ويبدو ان بعض اعضاء اتحاد الكره تاكدوا وايقنوا ان مشكله تفويت المباريات في الدوري الاسباني لم تنتهي ولم يغلق الملف. لا وبالتالي ربما في الفتره اللي جايه تظهر بعض النتائج العكسيه لهذا المدير الفني. على العلم وانا اقولها قدام الجميع ان السي في الخاص بهذا الرجل سي في كويس باستثناء هذه الواقعه اللي خلت المنتخب او اتحاد الكره الياباني يقيل هذا الرجل في 2015 ويقول له متشكرين عشان انت متهم في القصه دي انا ما اقدرش اخليك على ذمتي والاتحاد الياباني تجنب الشبهات. عارف يا كابتن خطيب المشاكل الكبيره قوي اللي هتقابل الراجل ده لما يجي وما شافش حاجه في اول اخفاق ليه ربنا ما يوريك اللي هيحصل فيه. ربنا ما يوريك. لا ده متوقع ومعروف وتاريخنا بيقول كده. لا شايف ان الدوشه دي كلها هتاثر عليه. هتاثر عليه طبعا. طب وهو اكيد ما هو عارف ومتابع وليه وكيل اعماله وليه حبايبه بيوصلوا له وليه سفارته وكل حاجه بيوصلوا ده انت بيتكتب عليك في الجرايد ده انت اللي هو حرب الدهشوري طلع مع ابو الخطيب وقال عليك كذا وكذا وبيوصل له كل حاجه. احنا ما قلناش حاجه والله. لا احنا ما قلناش حاجه خالص. ما قلناش حاجه خالص. احنا قلنا الراجل تاريخه بيقول فيها وانا كويس. لما يبقى عندي واحد كويس وواحد وحش واحد تاريخه ما فيهوش ديفو وواحد تاريخه فيه ديفو اختار اللي ما عندوش ديفو. يعني ده اللي قلناه. وبرضه ممكن نقول ان المهندس هاني ابو ريده ليه اتصالاته في الاتحاد الدولي ممكن يكون الراجل يعني عمل تليفون طب يا جماعه شوفوا لنا القصه لا القصه ماشيه في السليم لانها هتبقى وحشه قوي بعد كده لو طلعت كان قاعد هاني بقى مع كان قاعد هاني كان قاعد معاهم وفاهمهم بقى فاهمهم لكن انا شخصيا بقول ان اول مره حازم امام احس انه بياخد قرار صح. قرار ده انا خدته وانا من دوره وانا من دوره خدت زيه فانا بحترم اي واحد يبقى عنده الجراه والشجاعه انه يقول رايه بحريه دون حد ياثر فيه. انت عارف ان المدير الفني لو ثبت عليه التهمه اللي موجهه ليه هيبقى هيتعرض ليه؟ هيتعرض لست سنين ايقاف او سنتين حبس في اسبانيا. دون ما هي دي عقوبتها. هناخد الفرقة في السجن ولا لو اثبت يعني لو اثبت لكن احنا ان شاء الله بنتمنى ليه احط نفسي يا كابتن خطيب؟ ليه؟ ما انا عندي ده وده انت يعني شافت ليه ما ضايقتش قوي للدرجه دي خلاص ما ضايقتش خد الراجل اللي سالك اللي ما فيهوش حاجه. طب مين وجهه نظرك كان سالك؟ يعمل ايه؟ مين اللي كان سالك يدرب؟ انا ما اعرفش هما كانوا مرشحين مين ما اعرفش مرشحين. طب في مدربين تاني كويسين قوي. في مدرب مصري قادر؟ في مدرب في خليل زيتش طبعا. مصري شوف هو جرى العرف عشان حته مصر دي جرى العرف عشان ما يزعلوش المدربين المصريين جرى العرف ان النادي الاهلي ونادي الزمالك ومنتخب مصر بيمرنهم مدرب اجنبي جرى العرف على كده. هيجي مدرب مصري هيطلع القطط تتصف فيه وهنتعبه جدا ممكن يبقى اسيستنت كوتش يمكن يبقى مساعد مدرب. مع ان انجازاتنا كتيره مع الكابتن محمود الجوهري انجازاتنا كتيره أوي مع مدربين كتير مسكوا منتخبات الناشئين انجازاتنا رائعه مع الكابتن حسن شحاته شوقي غريب والكابتن شوقي غريب كل دي ناس عملت يعني مجد كل كل دي ناس يعني ادت بشكل كويس أوي كان في خليل زيتشي وكان في تيري هنري وانا كنت مال لتيري يعني تيري هنري ده قوي يعني الراجل اللي كان المساعد اللي كان موجود في المنتخب البلجيكي النجم الكبير كان مرشح وشاب وطموح وكان عايز يجيب كل تريه مساعد وكان الكابتن نادر السيد مرشحه يعني هو برضو الكابتن نادر السيد كان مرشح اجيري وهنري ولما جه اجيري جه من بعيد عنه ده حد كلف نادر انه يرشح والله ما هو نادر الكابتن نادر عنده شركه للتسويق وبما انه برضه راجل وقيمه واسم لا نادر هايل وطبعا نادر هايل ونجم كبير في منتخب مصر وعارف الاحتياجات كان الكابتن حازم كلمه والراجل عرض الامور بشكل واضح وعرض اكتر من وعرض سيرة تاريخ الراجل ده قال فيه كذا وعرض
وبعدين جه أجيري لف من ورا الكابتن نادر السيد كده وراح وقال لك انا ما شفتش الكابتن نادر السيد يعني برضه حتى ولقوا وكيل تاني ولقوا الدنيا ماشيه كده. فهي في شويه حاجات كده يعني تستحق التوضيح. انا رايي يا كابتن هاني احنا مش هنتكلم على الوقت، احنا هنتكلم على الوقت القادم بعد كده، التاريخ القادم بعد كده في وجود هذا المدرب اي حاجه هتحصل منه هتلاقيها محل انتقاد كبيره والاعلام بتاعنا هيقطع في جامد. انا شايف ان فأحسن حضرتك ابعد متشائم من هذا الرجل. طبعا هيحصل. طبعا واضح واضح واضح. هيحصل. طيب علشان بس نفك التشاؤم ده شويه اطلع بيك فاصل ونرجع نتواصل. فاصل والكلام مع اللواء حرب الدهشور ما بينتهيش، الصراحه والقوه في الكلمه. حرب الدهشور نواصل بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد، لسه مكملين وبعد الفاصل لسه مكملين طبعا في الاهلي الليله. واذا كنا سمعنا كلام قوي وكلام مهم قبل الفاصل فلا تسمعوه بعد الفاصل، كلام اقوى من رجل المهام الصعبه اللواء حرب الدهشوري. بجد الترحيب بحضرتك مشرفنا منورنا. تحت امرك سياده اللواء. يمكن كنا بنتكلم عن المدير الفني المكسيكي وحضرتك عندك احساس، بل اعتقد ان جواك يقين ان هذا الرجل قد يتعثر في مهمته وفقا للاجواء المحيطه والكلام اللي بيتقال. وكنت تتمنى ان اتحاد الكره يعني يتجنب الشبهات ويشوف حد مماثل، ودعيت اتحاد الكره انه يشوف، وخاصه المهندس هاني ابو ريده القيمه الكبيره كان موجود معاك وانتوا بترتبوا البيت للكره المصريه. هاني انا شايف انه اكتر واحد في الجيل ده ومعاه عصام عبد المنعم برضه من هذا الجيل اللي يقدر يعيد لكرة القدم حياتها وإمكانياتها وقوتها وموقعها على خريطة الكرة العربية والإفريقية. أنا أريد بس على شرط إنه يحسن الاختيار ولا صداقة في الاختيار، مفيش. اللي بيتفرج علينا هيحس ان الباشمهندس هاني ابو ريده كده راجل مجامل وبيحب يجامل قريبين. لا مش بيحب يجامل، هو 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 قطعا بيعتقد ان الناس دي كفاءات. هي مش كفاءات ولا حاجه، هي الناس حتى لو كانت كفاءات التجاوز ساعات بيبقى صعب جدا. يعني لما الاقي الجلسات جلسات من ساعه ما قوم لحد دلوقتي جلسات بيبقى فيها مشاكل، لا يبقى فيه في دفوات، في حاجات غلط، في اخد بالك. انما مش كلهم فيهم المشاكل دي، لا يعني ما يعني عدد بسيط جدا، لكن عامل قلق. عامل قلق للنادي. شايف ان عدم استقرار داخل اتحاد الكوره؟ عدم استقرار طبعا للوسط كله، الاعلام كله ما فيش استقرار في الاعلام كله. شوف اقرا الاعلام النهارده، الاعلام بيخلوا تاريخ الرياضه في مصر او كره القدم في مصر سواد، وده مش كويس للعبه. بينعكس على الاداء، بينعكس على التقدير، بينعكس على الاخلاق، حاجات كثيره جدا. فهو هاني لازم يبدا من الوقت، وبقول له يا هاني الناس كتير قوي المحترمين. انا برضو شايف ان حضرتك مركز مع المهندس هاني ابو ريده، هل باقي اعضاء الاتحاد انت مش شايف فيهم حد توجه له رساله؟ هاني الكبير يعني. هاني هاني بعد هذا المجد راجل كسب في الاتحاد الافريقي وبقى في الاتحاد الافريقي واحلى كرسي في الاتحاد الافريقي، راجل في الاتحاد العربي واحلى كرسي في الاتحاد العربي، راجل في الاتحاد الدولي واحلى كرسي في الاتحاد. تلاقي اكتر من كده ايه؟ يعني اكتر من ايه يدير الكوره في مصر؟ بس هو يمكن برضه الاتحاد الدولي واخد جزء من من نشاطه، يمكن دي. اذا كان كده يبقى لازم يبقى الناس المساعدين بتوعي اللي موجودين هنا اللي انا بعتمد عليهم ما يكونوش محل نقد. ما اي واحد بينتخب بيناقص من قدرك ومن امكانياتك ومن يعني مين من اعضاء الاتحاد الكره شايفه يصلح ان يكون موجود جنب المهندس هاني ابو ريده في الاداره ويقدر المهندس هاني ابو ريده يعتمد عليه؟ بص يا ريس، لما هاني ابو ريده دخل معانا في التخطيط، الناس اللي جت مش من الاتحاد، الاتحاد كان اللي بيشارك في التخطيط. سمير زاهر، هاني ابو ريده، حرب الدهشوري، هشام عزم،
والباقي كله بيساعد. الكلام ده ممكن يتكرر دلوقتي. في ناس بقول لك في ناس موجودين، تعالى يا عم انا عايز اصلح العمليه. صلحها ازاي؟ ممكن هاني يلاقي، ما انا مش عايز اقول لك اعضاء الاتحاد هم شايفين ان هم كده ناجحين وعاملين اللي عليهم، ولا ناجحين ولا حاجه ابدا. فين ناجحين؟ فين؟ ما هو ست اللي هو بالارقام، ما هو يجي يحسبك. لا سيبك من انك وصل وما وصلش. انا وصل فاينل افريقيا ووصل كاس عالم، وده مش نجاح؟ لا ولا نجاح ولا حاجه. النجاح بقى اللي حصل، المخالفات اللي رد جامد على الشبه والكلام اللي بيجي في الاتحاد ده. كلام انا لو رئيس اتحاد كوره لا سيب الاتحاد لا قطع لا رجع لهم. انتوا بتهرجوا، انا معايا مستندات تؤكد. بتتكلم على سرقه ملابس اتقال عليها، بتتكلم ده مليون حاجه. ده مليون حاجه. يبقى لازم هاني يطلع ويؤكد ان الكلام ده كله غلط، والكلام ده ناس، هي ناس اللي بتقول الكلام ده ناس محل افتراء على الاتحاد، ويدافع عن رجالته. مفيش عيب، مفيش مش مشكله يعني. انما انا اسيب الناس كله ينهش؟ يعني مين اللي ما بيرقدش الاتحاد ده؟ انا وانا جاي لك النهارده كل الاعلام، والاعلام بيني وبينك يعني مؤثر برضه، تروح ولا تيجي الاعلام مؤثر. طب هل الاعلام مغرد ولا مفيش كده يعني دخان من غير نار؟ هو الاعلام طول عمره عنيف، انما ياما شفنا من الاعلام، ياما شفنا اكيد له الايجابيات والسلبيات. ياما شفنا لا ياما شفت. انما هو الاعلام قطعا، لما يجمع الاعلام، لما تلاقي تقريبا 90% من الاعلاميين بيتجاوزوا وبيوجهوا حاجات للاتحاد، يبقى الاتحاد لابد انه وزير الدخل، وزير الشباب والرياضه لازم يبقى له دور. الوزير الجديد يمكن دكتور اشرف صبحي، لازم اشرف دي صبحي لازم ادرس بقى بسرعه الحاجات دي. رسالتك لي على الهوا اهو، رسالتي لما اجي اقول الجمهور يرجع ولا ما يرجعش، دي واحده. يبقى فيه حاجه لجنه اسمها لجنه الازمات دي موجوده في الدنيا كلها. ده موجود، انا كنت في لجنه الازمات في الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما بنخترعش العجله، ما ابدا، دي موجوده في كل حته. لجنه الازمات لما تحصل حريقه مين اللي يطفي الحريقه، لما تحصل مظاهره مين اللي يطفي المظاهره، لما يحصل الجمهور يحصل، يبقى مين اللي يبقى فيه لجنه الازمات مكونه من رئيس اتحاد الكوره، وزير الشباب، وزير الداخليه، او من ينوب عنهم. كويس. ويبقى معاهم مجموعه من الناس لحل اي ازمه حريفه، ويقعدوا في اي انا رجع الجمهور ما رجعش الجمهور، اللجنه اللي تقول. مش كل واحد يلا هلا هلا. وديتني الحته حلوه، هتكلم وهي تتحمل مسؤوليتها. يقول انا هجيب 5000 ولا 10000 ولا 100000، ولا اخلي الجمهور على براحته وتحصل مشكله زي اللي حصلت ويكسروا الدنيا؟ لا، دول ناس بيبقوا لما بييجوا يقول قرار، اللجنه لما تيجي بتقعد بتبقى دارسه كويس، وعندها اجهزه، والاجهزه متشعبه ومتواجده في قلب الجماهير ومتواجده. هات الماتش لو رجعنا الكوره، هل هتحصل حادثة بتاع بورسعيد تاني؟ لا يعني مش تبقى ناقصة الكورة، أخد بالك؟ لكن إذا هي عندها معلومات إن الأمور الحمد لله بتتقدم والأمور أحسن، والجمهور بيبقى حاجة عظيمة ومعضدة وتخلي الناس بتحب الكورة، ماشي. يبقى اللجنة هي دي، اللجنة دي مش هم الخمسة دول اللي هيديروا، الخمسة دول معاهم ناس. يعني هل يعقل للأندية المصرية تلعب بره في البطولات الأفريقية و و و في ملاعب مكتظة بالجماهير والضغط ده، وتيجي الماتش اللي على ملعبك ما بتعرفش تحقق فيه النتائج المطلوبة؟ نتائجك بره بقت أفضل من نتائجك بس جوه. بس ما عندهاش مشاكلك. لا ده انت عندك مشكلة. يعني احنا لما جينا رحنا بورسعيد وعملنا معلمين وحصلت المصيبة بتاع بورسعيد. كويس. لا لكن ممكن الداخلية والأندية ما عارفة مين الجماهير. اقصد ان تونس كانت عندها هزه كبيره وعوده الجماهير واحده والظروف متشابهه. فلما تلاقي يعني مش عايزين نقارن نفسنا بحد، كان لكن الحمد لله البلد تعافت ووصلت لمرحله مهمه تقدر لعوده الجماهير. هسمع الاول رسالتك للدكتور اشرف صبحي وتوجيه رساله ليه مهمه، علشان ابدا اتكلم مع حضرتك في ملف الجماهير باستفاضه. انا رايي الدكتور اشرف صبحي هو راجل مهذب وراجل عنده خبرات كبيره جدا، يجتمع مع مسؤولي وزارة الداخلية، مسؤولي الأهلي والزمالك باعتبارهم الجماهير يعني اللي هنا،
مسؤولي واحد من بورسعيد ولا حاجه، اخد بالك، بورسمعليه، دول يجتمعوا، اخد بالك، ويقعدوا ويقرروا احنا نقدر نخلي الجمهور 5000 20000 50000 70000 هم اللي يقرروا ويتحملوا مسؤوليتهم. تمام. لان ممكن تحصل، الامن هو اللي هيحافظ، الامن هو اللي هيمنع، الامن هو اللي هيفتش، الامن هو تمام. يعني احنا في ماتش الجزائر اللي احنا وصلنا فيه كاس العالم، انا كنت في رئيس البعثه، الامن كان من، يعني لما تيجي تقول هنا تشبه بمصر، من عند صلاح سالم الامن بيفتش في الناس لحد ما يصلوا الى باب استاد القاهره. اتكلم في مباراه 89. ايوه في القديمه دي. تمام. اخد بالك، ولذلك احنا جينا عملنا اللي هم عملوه، يعني تيجي من صلاح سالم ماشي على رجلك لحد ما يفتشوك بتوع الامن، وتخش لحد ما توصل للمدرج ولا حاجه خالص. ده في كل ملاعب العالم، ما احنا شفنا روسيا بتنزل على مسافه. الامن دوره كبير، الامن دوره كبير، والامن ممكن يمنع طبعا. انما هاجي يلا 50000 وتحصل المصيبه، ما عندناش استعداد تاني، ما عندناش يحصل المصايب اللي حصلت. لا ان شاء الله ربنا يحمي الملاعب المصريه، لكن اني الوقت والاوان. اصل ناس خاصة كتير، ناس كتير بتقول ارجع، ده ترجع الماتش. طب يرجع الماتش لو حصلت مصيبه هنشيلها لمين؟ ما ان شاء الله الامور ماشيه بشكل كويس، وقرار من رئاسه الوزراء بعوده الجماهير، واكيد ضوابط، ودايما زي ما حضرتك قلت كان في لجنه ازمات، ودايما احنا ما بتخترعش العجله، لما الجمهور كله بيخش في العالم كله، وفي روسيا في فان اي دي وفي تذكره وفي نظام لدخول الجماهير، ما هو اكيد في تجربه انجليزيه بعد ازمه رهيبه وعوده الجماهير، وما اكثر الحوادث اللي حصلت في الكره المصريه، وعادت بعدها الجماهير وليها نظام وازاي ترجع. عن طريق مين بقى اللي هيقولوا الكره ترجع؟ مين اللي حضرتك قلتهم؟ اللي هم دول، اللي هو وزير الشباب، اللي هم دول يقعدوا رئيس الاتحاد الكوري. ايوه، ويقعدوا ويقولوا ايوه احنا ممكن مع الاحاطه ان يا امن احنا عايزين نامن كذا وكذا وكذا، والانديه عليها دور، بتعمل الدور بتاعها، عندنا قانون رياضه، وعندنا قانون شغب. هو ده، عندنا هو ده، هو ده، وعندنا الزام، وممكن ساعتها تقول الكره ترجع. لكن كده لا. طيب ملف الجمهور كده يعتبر خلاص حطينا له حلول. كره القدم بقى والدوري بادئ السنه دي، شايف الدوري ازاي؟ وشايف الدوري برضو لسه، اذا كان الجماهير قالوا هترجع من اول تسعه، ان شاء الله نامل انها ترجع بشكل كويس. طبعا الجماهير، الكوره من غير جماهير بيني وبينك دمها تقيل قوي. اشوف بقى، شوف انا قاعد اداء ازاي، انما الكوره والجماهير، الكوره بتفرق كتير بجماهير عن غير جماهير. لا، جماهير اللعيب لما بيلاقي الجماهير بترتفع معنوياته وبيقدر يؤدي، اديك شفت بتوع الاهلي يعني ربنا اداهم امبارح عشان لو متحملين، اندمجوا مع الجماهير بتاعت البلد الثانيه. جماهير الترجي طبعا، جماهير الترجي ضغط كبير جدا، لكن شفت الاهلي ازاي امبارح؟ لا كانوا هايلين طبعا، هايلين هايلين. يعني انا شايف الزمالك والاهلي، انا شايفهم شادين حلو من دول، بادئين موسم حلو. بادئين موسم كويس. الدوري هل معطيات جديده في الدوري؟ هل الشكل هتشوفه ازاي؟ المنافسه هتبقى هي التحكيم في الدوري شايفه ازاي؟ التحكيم التحكيم لازم الاتحاد يبقى قوي جدا، اي واحد يتجاوز، لان جت فتره من الفترات كنا بنتجاوز مع الحكام قوي، وبنخبط في يعني لازم الحكم يبقى له، يعني شايف الحكم ملوش حمايه؟ الحكم لا، ملوش حمايه، ملوش ظهر. الحكم لما اي حد يغلط في الحكم، لا ده ياخد جزاته ويتعرض لعقوبات. شايف ان في اصوات اتجرت على، لما انا شايف الحكام جالها فتره كبيره جدا كان بيتجاوز الناس معاها قوي، وده مش صح. طب ده ضعف من اتحاد الكوره، ولا خلاص القصه بقت ماشيه؟ لان احنا شفنا صوت عالي كتير جدا ضد التحكيم وتهديد وترويع. والحكم اللي جاب كاس العالم رفع راسنا وعمل حاجه. جريشه كان هايل، هايل جدا. فالحكام التحكيم بخير، ان جيت الحقيقه، بس هو ناقصه ان الاتحاد يسانده جامد، واي واحد يتجاوز مع الحكام لازم. انا عايز اقول برضو كلمه حق كابتن عصام عبد الفتاح، ما بيسكتش، لازم اسمع في الحقيقه، حتى ردوده بتكون قويه وبتعجبني. لكن انت عايز موقف جماعي من الاتحاد؟ لازم موقف جماعي، وهو اللي يجيب الموقف الجماعي ده عصام عبد الفتاح. يجيبه من الاتحاد، يحمي ان اي واحد يتجاوز مع الحكم لازم يتعرض لعقوبه. ما برضه يا ست لواء بتبقى محطوطه لائحه، اول ما تحصل مشكله يرجعوا للائحه، يفضلوا يجيبوا اللائحه كده شويه وكده شويه وكده شويه، عشان لو راحوا للائحه يبقى فيها قرار. لا، عصام حازم على فكره راجل عسكري وشاطر في الحاجات دي. لا يعني هو ما يسمحش مشرفه، ما يسمح. والحكام اللي سافرت، والله حكام عملت نتيجه كويسه قوي، وعملوا منظر حلو قوي في كاس العالم.
يعني شايف التحكيم المصري بخير؟ احسن احسن شايفه احسن، بس ما نهاجموش، ما حدش يهاجمه، لانك انت بتقلل من قدره وبتقلل من امكانياته في الملعب، يعني محتاج له حمايه اكتر. لازم لازم. فرق الدوري السنه دي اذا كانت البدايات لسه في جولاته الاولى، لكن شايف ان الدوري هيبدا يضخ بقى لعيبه جديده، لان الفتره اللي فاتت الدوري بقى هايل، وفي فرقه اللي عاملها الشيخ بيراميدز فرقه حلوه وشغاله كويس جدا، اخد بالك؟ واتمنى اتمنى ان ما يبقاش الشيخ بس اللي عنده فرقه، عايز الفرقه نجيب ساويرس لازم يبقى عنده فرقه تانية. وعندنا رجال اعمال على مستوى عالي جدا، ورجال الاعمال دول لازم يبقى لهم مجال، يبقى لهم فرق، لان الفرق اللي عندها امكانيات الوقت الاهلي الزمالك، اذا كان الاسماعيليه شويه لان فيها عثمانيين بيساعدوا فيها، والفرقه بيراميدز اللي هي موجوده دي. انت شايف لكن الفرق الثانيه دي انا شايف لو رجال اعمال، يعني احنا المفروض نشجع رجال الاعمال بتوعنا، مش رجال الاعمال اللي بره، لا رجال الاعمال. شايف رجال الاعمال المصريين لازم يبقى عندهم، لازم يبقى عندهم حاميه، لانك انت هتساعد، هتقدر تجيب لعيبه كويسين، هتقدر تجيب مدربين كويسين، وتبقى الفرق الجماهيريه دائما في الدوري اللي محتاجه دعم اكتر عشان تتواجد. لا هي الفرق اللي هي فرق اربع فرق اللي انا قلت لك عليهم، هم دول اللي عندهم جماهير وعندهم فلوس وعندهم امكانيات. لكن التانيين اللي بينزلوا درجه ثانيه ويطلع درجه اولى وينزل درجه ثانيه، يطلع درجه اولى درجه ثانيه، لان امكانياته الماليه قليله. يمكن الراجل بتاع بيراميدز ده يمكن عمل انتعاش في، اخد بالك؟ لا احنا عايزين الانتعاش ده في في عايز فرق في 8 9 انديه كده، يعني يبقى ناس رجال الاعمال يستثمر في كرة زي الراجل المحترم السعودي ده ما بيستثمر عنده. خلاص احنا انا كنت بعترض على انه يبقى انا سعودي بيستثمر عندك في مصر. انا شايف التجربه دي ممكن تضيف للدوري المصري، تضيف تضيف. بس ايه، يبقى رجال الاعمال بتوعنا هم اللي يشدوا حلم ويخشوا فيها. وساويرس عنده اظن فرقه في طبعا في سميح ساويرس عنده سميح البونة. ايوه 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 في اكتر في اكتر في في وادي دجله تجربه مميزه، في 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 تجارب مصريه تجارب مميزه، لكن يبقى الحديث في الاخر عن ضخ هذه الفرق للمنتخبات. أيوة. واحنا شايفين ان المنتخبات من وجهه نظرك محتاجه وقفه كبير. لازم 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 ندي، يعني حتى لما نستعد بقى للدوري الافريقي وللدوري العربي ولا لازم يبقى نعمل احتكاك جامد بولادنا اللي بره كمان. ولادنا اللي بره ما بتشوفهمش لما بيجوا يلعبوا ماتش ولا ماتشين. محمود الجوهري لما كان بيبقى عنده ماتش في كاس عالم ولا في كاس افريقيا، محمود الجوهري ياخد الفرقه، ياخد الفرقه بتاعه المنتخب دي وما نعرفش عنها حاجه الاتحاد. يطلع بقى من هنا لهنا لهنا لهنا، يطلع على افريقيا يعمل تجارب في افريقيا، بنعمل تجانس مع بعض. لكن انت تعمل تجانس، انت عندك 8 9 دلوقتي وناشئين معظمهم في محترفين بره. انت اللاعب المحترف لو انت جايب المحترفين دول وتخليهم يندمجوا مع المحليين هيبقى شيء كويس قوي. ما هو اللاعب المحترف عنده اجنده وعنده النادي بتاعه عايزه، وما يقدرش اللي ما احنا نختار بقى يقدر لازم يدولك توقيت. برافو عليك برافو عليك. فانت بتختار بقى الوقت اللي اعرف اخده من فرقته واعمل ماتشات مع الناس اللي عندنا هنا دول المحليين، اخد بالك؟ هيبقى في انسجام، لكن ليس هناك انسجام ما بين الثمانيه تسعه والاربعه خمسه اللي بيلعبوا من مصر. في انسجام، في انت شفت انسجام فيهم بكاس العالم؟ انسجام انت شايفه الانسجام بعيد خالص، بعيد لان خالص. ما عندكش الوقت اللي انت ما عندكش الوقت مع بعض. طيب محمود الجوهري كان بيعمل ايه؟ محمود الجوهري كان بياخدهم يلف بيهم العالم. كان برضه المحترفين مش كتير، مش كتير، كان القوام محلي اكتر، فبالتالي كانت العكس. يعني القاعده المحليه اللي معاه اكتر. لاول مره الخطيب لاول مره عندك العدد الكبير ده كويس محترف. ما هو برضه فرصة. ما هي فرصه، بس زي ما حضرتك بتقول الاندماجه بقى. ايوه، ما انت مش عارف تعمل الاندماج، مش عارف الاندماج. يعني الكابتن محمود الجوهري رحمه الله انتوا لغيتوا دوري كان كله صح، يعني لغيتوا دوري عشان الناس تستعد. حصل حصل، فالناس دي برضه ما كانش عندها المساحات دي. وحتى لو لغى دوري هو قوامه الاساسي محترفين، ما يقدرش يلغي دوريات بره. صح، فبرضه في بتبقى بعض الامور عايزه كده. ترسانه ترسانه ده بيتي، وضعه ايه بيتك؟ وضعه ايه ناسي والله. هو الترسانه ترتيبها ايه دلوقتي؟ ده لسه الدوري ما طلعوش السنه اللي فاتت يا دوبك. حظهم السنتين اللي ورا بعض دول كان بيبقى بينهم وبين التمثيل في الدوري العام خلاص كان بيبقى فاضي، مره بضرب الجزاء ما وصلوش ومره يعني ما وصلوش، لكن الامور بتمشي بشكل كويس. عايز اذا كان هناك رجال اعمال برضو عندهم يساعدوا رئيس النادي، لان رئيس النادي بيدفع من معاه بس، ومعاه بس دي ما بتكفيش يعني.
يعني لازم يبقى فيه رجال اعمال بيحبوا نادي ترسانة ومستثمرين يستثمروا في الكوره في نادي ترسانة. وانا في عظيم سلام للاستثمار ده، لكن انا ضد الاستثمار ان انا اجيب اجانب يديروا الكوره في مصر. كلمتك النهائيه ضد ان انا نجيب اجانب يديروا الكوره في مصر كلمه تستحق ان انا اقف عندها واقول لك انا وقتي معاك بيخلص، لو حابب تقول اي حاجه. انا اولا سعيد بان انا معاك النهارده خطيب واشوفك دايما في صحه واشوفك في نجاح دايما، نجاح بنجاح. سيادتي اللي هو شرفتني ونورتني، ودايما ارائك جريئه ودايما بتشرفنا وبتنورنا، واحد من قامات الرياضه المصريه. اشكرك على وجودك معانا. يا رب يخليك. شاكرين جدا، شاكرين للزملاء كلهم معاك. شكرا سيادتي ليه. ربنا يخليك. لو حرب الدهشوري واحد من قامات الكره المصريه، عنده حلول للاجواء اللي احنا بنعيشها، اراؤه دايما مميزه، وختم وقال انا ضد ان يجي حد اجنبي يدير الكره المصريه، احنا نعرف ندير ونعرف نستثمر ونعرف نعمل كل حاجه